صلوا 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 على رسول الله. هذه الفتاة اسمها جين، هي طالبة تدرس في الثانوية، وهي هادئة جدا وتعيش لوحدها. بيوم من الأيام كان هناك احتفال في المدرسة لكل الأطفال وأمهاتهم، والغريب أن الفتاة جين حضرت إلى الحفل لكي تحضر من أجل هذه الطفلة. الجميع كان يعتقد بأن هذه الطفلة هي ابنتها من حبيبها، الجميع لا يعلم الحقيقة. هل تعلمون من هي هذه الطفلة؟ دعوني أولاً أخبركم بالقصة. هذه الفتاة اسمها جين، هي طالبة تدرس في الثانوية، وهي هادئة جداً وتعيش لوحدها. هذه الفتاة عندما تنتهي من الحصة الأخيرة تخرج راكضة ومسرعة إلى مدرسة الأطفال لكي تأخذ الطفلة التي تناديها دائماً أمي. والجميع يظل يظن بأنها ابنتها، وأصبحوا يقولون عنها شائعات سيئة. وبيوم من الأيام التقت هذه الفتاة بشاب يدرس ويعلم الطلاب، فسألته: هل تدرس الأطفال؟ فنظر إلى الطفلة فابتسمت بوجهه بطريقة مميزة، فقال مباشرة: نعم. وظلت الطفلة كما تعلمت ترسم أماً وطفلتها، مما يدل على تعلقها بأمها. الفتاة والطفلة كانوا يعيشون معاً حياة أجمل من أي حياة بين طفلة وأمها. كانت تربطهم علاقة قوية جداً. الفتاة جين هي امرأة عادية، ليست جميلة ولا متألقة، ولكنها تملك ابتسامة للطفلة كبيرة جداً. وبيوم من الأيام عرف المعلم حقيقة الطفلة وسأل الفتاة: لماذا لا تخبر الجميع بالحقيقة؟ فقالت: أي حقيقة؟ فقال لها: الحقيقة المتعلقة بالطفلة. فقالت: هذا ليس مهما. فقال لها: أنت لا تعلمين ماذا يتحدث الناس عنك. فقالت: دعهم يتحدثون علي أفضل من أن يتحدثون عن الطفلة. وهنا تذكرت الفتاة بعض اللحظات من الاحتفال عندما اقترب الطلاب من أمهاتهم واقتربت الطفلة منها. وأمسكت يديها، وعندما نزلت إلى قدميها هنا بكت الفتاة مباشرة وتذكرت كيف أصبحت هذه الطفلة ابنتها،
حيث أنها وفي يوم من الأيام كانت ذاهبة إلى المدرسة، أرادت أن ترمي القمامة، وعندما رمت الكيس سمعت صوت طفل صغير في حقيبة. فتحت الحقيبة فكانت الطفلة موجودة، لم تستطع أن تمسك دموعها حينها. بل إنها أخذت الطفلة وربتها، والطفلة كبرت وتعتقد بأنها أمها، وهي لا تريد أن تخبرها بشيء حتى تظل هذه الطفلة مبتسمة. يا الله، كم أن قلب هذه الفتاة حنون أكثر من قلب أم الطفلة الصغيرة. انظروا إلى ابتسامة الطفلة، انظروا إلى دموع الفتاة، بالفعل أنها تستحق أن تكون أم. أرجوكم شاركوا هذه القصة مع الجميع. كم هي عظيمة الأم، تضحي ونحن صغار وتضحي ونحن كبار. إخوتي الكرام، إن عطاء الأم لا ينتهي، فهي نبع من الحنان والحب، فحافظوا على رضا والديكم. أخي العزيز، أرجوك شارك هذه القصة مع الجميع لكي يكون أجرا لك وفائدة لي ولك. Thank you.
يا الله كم هي رائعة الأم، كم أن العزيمة أيضا مهمة. أعزائي المشاهدين، أخبروني بالتعليقات إذا أعجبكم هذا النوع من المقاطع، وشاركوا هذا الفيديو مع الجميع لكي يعرفوا معنى الأم والتفاؤل.